نفسك؟ دكتور عمرو شيرو، عضو مجلس النقابه العامه للاطباء وعضو اللجنه العليا للنقابة الاطباء. دكتور عمرو، ممكن تعرفنا ايه اللي حصل يوم الخميس 27 فبراير من طلب الاجتماع مع رئيس الوزراء دكتور ابراهيم محلب؟ يوم الخميس 27 كان في اجتماع لمجلس النقابه الساعه 1، بدانا حوالي 1:30. الدكتور خيري بلغنا ان في اتصال من مجلس الوزراء بطلب عقد لقاء مع مجلس النقابه، ورشحوا اسماء كان منها الدكتور خيري والدكتور اسامه عبد الحي وكيل النقابه والدكتور امون امين الامين العام، وترشح كمان معاهم الدكتور احمد شوشه والدكتور محمد حماد والدكتور احمد حسين. في الاخر تم استبدال الدكتور محمد حماد باسمي لان الدكتور محمد حماد ما كانش موجود، وكان اللقاء الساعه 3، وخرجنا من اجتماع المجلس باتجاه مجلس الوزراء، واتصلنا باللجنه العليا للنقابه بلغناهم وبلغونا برفض ان احنا نشارك في هذا الوقت، واكتشفنا كمان ان ما كانش فيه ممثلين عن الصيادله وعن الاسنان، فكان قرارنا بالانسحاب من الوفد ده لعدم وجود ممثلين للاسنان ولا للصيادله، وانسحبنا من اعتراضا على حضرتك. مين اللي انسحب؟ اللي انسحب الاعضاء اللي هم موجودين في لجنه الاضراب اللي هم الدكتور احمد شوشه والدكتور احمد حسين وانا. تمام. طيب يعني حضراتكم رافضين التفاوض تماما مع رئيس الوزراء؟ احنا مش رافضين التفاوض مع اي حد، بس لينا شرط للتفاوض. اهم شرط للتفاوض ان احنا لن نتفاوض الا مع الوفد، مع الاسنان ومع الصيادله، هنتفاوض كوفد كامل من المهنه الطبيه، مش هنتفاوض بشكل منفرد تماما. الف شكر دكتور عمرو.